خليت العلاقة بين الرجل والمرأة مش المرأة أمك والمرأة أختك، المرأة حاجة تانية خالص، دي عورة. هذا النوع يعني، طب أمك مرأة وأختك مرأة، مش معنى هم مش عورة والتانيين اللي برا عورة؟ مفهوم ومنطق غريب جدا. فإذا قدرنا نفهمه إن المشين دولت أي حد مشترك معاك في الإنسانية يجب احترامه بطريقة معينة. يزيد على ذلك بقى إنه كلما كان الشيء مستخبي كلما كان الشاب عاوز يكتشف ما وراءه. يعني مثلا التحرش على المحجبات أكتر من التحرش على غير المحجبات. ليه؟ لأن المحجبة هو عاوز يستكشف إيه اللي وراء ده، إيه اللي وراء المنقبة، إيه اللي وراء كده. إحنا أيامنا مثلا كنا في الجامعة البنات قاعدين جنب الولاد ما فيش أي مشكلة، والبنت لابسة ميني. أقسم لك إن ما فيش حد أبدا بص لأي زميلة له بطريقة فيها أي نوع من التعدي، لأنه بيشوفها أخته.